علي فايز حاضر مع مملكة المدني في اعلام ورصة الحمد لله حضرت نفسها واثبتنا علي كل الوقت لسه مضاف بس جايب ما يفيد جايب مر وصايا وجايب ما يفيد ان الاطفال هم ميتين فهي جايزه شهاده وفاه الاطفال جايزه هو الاطراف المفتاح اللي هو المفتاح الوحيد الذي له حق الاستحقاق والوالده مطالب والوالده كمان في جديد قدمته دلوقتي اعتذار فيها تقريبا قرار الوصايه اه ايوه اتفضل علي فايز والأستاذ حازم أبو نايف الثاني بس هو خلاص ملوش يا فندم بس شهادته ان الجيل ست بتسمع اه هو كان شاهد الاثبات فقط فان اردنا ان احنا الورثه الشرعيين فقط والحاضر يلتمس من عدالة المحكمة السماح له باستدعاء سوي يا دكتور احنا عايزين طب فن كل ساعتك عايز طب انا هجيب فن طبعا ساعتك قمرت هجيب لكن انا رجائي بس كنت هجيبه من غير ضبط واحضار عشان ما استخدمش ماده 380 خلاص هاجلها لك حضور لكن لو مش هتجيبه انا هستخدم سلطات المرموش الماده 380 التي لم تلغى انا عارف ان في ماده 384
وعامل لغط كثير اللي هي ازاي يعني حقك وجود الكلام ده انا اتعرض ليه الشارع وشأنه ولكن الشارع لم يلغي صلاحيه حقيقه الجنايات والله لو الغى وساعتك قبرت لنفسي والله لو الغى وساعتك قبرت لنفسي ساعتك شايفني من النوع اللي انا احترم القضاء وكله انا بس ليه رجاء ليه رجاء انا اللي ساعتك تقبر بيه انا تحت امرك وهجيبه وهو عايز ينشر من اول يوم انا بس ليه رجاء وحيد بعد اذنك احنا صارت القضيه بعد وقعت القضاء والقضاء دعوه الجنايه صارت قضيه تعاطي مخدر بالحق رجائي بس رفع امر الضبط والاحضار وانا فلم اتعهد ان انا اجيبه كده ولا كده اجيبه لكن ارجو ان المحكمه تنظر في هذا في الدوله وما ترى حضرتك سانفذه احتراما واجلالا لهيئه القضاء التي احترمها حتى ولو نصوص القانون متعارضه فانت القانون وانت من يفسره وانت من يشرحه وانت من يامر شكرا جزيلا شكرا جزيلا بس اجل اجل لاني اسف كيف لي طلبات الورقه حدد لي بالضبط يعني ميعاد المقابله ممكن يبقى في عشان نسافر بعد شهرين نسافر بعد السنه